مرحبا بكم مع حكيمة العاصمة. كما راكو تشوفوا وجدت الدقيق الرقيق، انا اللي حنستعمل الرقيق كامل وما نشح نديرو كاع الفارينة، وراني نغربل فيه باش راني حندير معاكم خبز الكوشة، وراني حنستعمل غير الطل تاع الدقيق. وانا بالنسبة للخميرة تاعي دوك نوريلكم كيفاش درت لها. راني خلاص كملت غربلت هذاك الدقيق الرقيق كامل، وانا هنايا عطيتكم الخميرة، شديت نص كاس تاع ماء ودرت زوج مغارف تاع الخميره تاع الخبز ومغرفه تاع السكر ووجدناها يعني كيما راكو تشوفوا. ونبداو ان شاء الله في تحضير هذا الخبز الكوشه. انا راني حنستعملت نص كاس يعني كبير تاع الاتاي اللي راني حندير به نبسس به هذا الخبز تاعي. كيما راكو تشوفوا انا هنا عندي زيت زيتون، يعني هذه زيت زيتون، ونقول لكم البنات مانيش رايحين يعني يستعملوها كي زيت زيتون. انا هاد زيت زيتون شريتها خرجت لي ماشي مليحه، راني حنبدا نستعملها للخبز. كيما تقولوا زيت زيتون نورمال ماشي كاع زيت قبايل. بالله نشد هذيك الزيت كاع يعني ندخلها مليح في هذاك الدقيق كيما تعرفوا باش الخبز تاعنا يجينا خفيف. انا هذيك الزيت خلاص كاع دخلتها في هذاك الدقيق، ودوك نبدا ان شاء الله نوريكم واش نبدا ندير. بسم الله، انا الكاس تاع لاتاي اللي كيلت بيه درت كاس ما سخون، ورانا رايحين نسبقوه هو الاولاني نطمو بيه العجين تاعنا. بسم الله، وراني زدت الكاس الثاني ونقعدوا نطمو كاع حتى ينطم لنا. بسم الله، ونقعدوا غير ندلكو فيه ونعاودوا ونقولكم لازم ندلكو هاد العجين. بالله نبداو ندورو للخميره، يعني الخميره نديرو غير بالشويه. بسم الله، انا هنا خلاص درت الخميره ونبدا ندخل كاع هذيك الخميره تاعي في هذاك العجين. انا هنا راني رايحه نكمل بسم الله كاع الخميره تاعي في هذاك العجين. انا هنا درت كاع الخميره تاعي كاع كملتها، ونكملوا يعني ندخلوها كاع في هذاك العجين. خلاص يعني الخميره تاعنا كاع دخلناها ونخلوه يرتاح ونعاودوا نولوا ان شاء الله. حنا العجين تاعنا كيما راكو تشوفوا راني رايحه المره الثانيه نغطي عليه ونخلوه يخمر. بسم الله، حنا العجين تاعنا راني ولينا شوفوا النباب اللي دارهم، ورانا رايحين ندخلوا له كاع هذاك السرارح. بسم الله، انا هنا راني ندخل في السرارح وراني نزيد يعني ندلك فيه. انا حين نبداو نديرو الدقيق الرقيق، ما ينسيوش هاد العجين يعني تقلوه نعطولو خفه باش يجينا يعني خفيف وهش. بسم الله، انا هنا راني ندخل فيه، ونقول لكم البنات ولا يعني غوماركيتو انا هنا مازال كاع ما درتش الملح، راني رايحه ندير الملح. بسم الله، ورانا رايحين نملحو. نقول لكم العجين كي بدا يتلصق يعني يكون درنا الملح، يعني نقول لكم ديما كي تشوفوا العجين يتلصق يعني مخصوص ملح. احنا رانا خلاص هذه هي المره الثالثه راني حنطم كاع العجين تاعي، وانا هنا الكوشه راني شعلتها بالقبل، ونقول لكم هذا راح نطيبوه على 200 درجه، وان شاء الله بعد ما نبدا نقرص فيه نعاودو نولو. بسم الله، حنا رايحين نديرو شويه زيت ونقول لكم باش ما يتلصقناش يعني نقدروا نطموه. بسم الله، طموه مليح يعني بالزيت، علاش قلت لكم لازم نستعملوا الزيت. طموه مليح العجين تاعنا. بسم الله، انا هنا راني حنحي الجبنه باش نقدر يعني نخدم، ورانا يعني كاع نقرصو فيه. شوفوا البنات، انا يعني هنا خلاص قرصتو، ولا تحبوا يعني الخبز تاعكم يزيد يجيكم يعني رقيق، انا حبيت بهاد القوام ما حبيتش يعني نكمل نزيد نقرصو بزاف، ونعاودو نولو ان شاء الله.
كيما راكو تشوفو خلاص يعني كملناه، نخلوه يرتاح مدة 20 دقيقة، وانا الكوشة شعلتها من قبل، وبعد ما يطيب ان شاء الله نزيدو نشعلو له لا ريزيستونس ونوريكم هذا الخبز حاضر معاكم ان شاء الله. بسم الله، الخبز تاعنا كيما راكو تشوفو راه طاب لنا، وراني رايحة نزيد ندير له شوية زيت ونوريه لكم بعد ما نقطعو ان شاء الله. ها الخبز تاع نهار اليوم اللي حضرته معكم، شوفوا بعد ما قسمته جاني شهي. نقول لكم انا هذا الخبز تقوني غير انا نشرب به ما من قهوه، يعني خفيف بالبزاف. بسم الله نوريكم، يعني جاني يتفتت يتفتت هايل وخفيف. شوفوا كيفاش جا.